صحيح يظهر لي ماتش ما كانش سهل. ليتوال يعني فريق محترم من نصل الدنيا، معناه ديما يلعب في الادوار المتقدمه، دونك عارفين اللي ماتش صعيب الحمد لله. معناها او سي يوسف دونك خرج نيول، احنا ديجا توا الاولانيين وذاك هو ليسونسييل. معناها نحن توا نكملوا في المرتبه الاولى باش نتعدي ونلعبوا النصف النهائي. فوالا خلاص نحن ديجا شفت معناها الميتان الاول رابحين، ويظل لي الرتاج والكور اللي ضاعت هي اللي حكمت في قلت المقابله تتقلب. الحمد لله معناها محضرين السيناريو الكل، عرفنا كيفاش نرجعوا في الاخر، وهاني قلت لك وفي نتيجه متعادله لينا وليهم. نكملوا احنا نخدموا على رواحنا، مازلت لنا مقابله نكملوا ان شاء الله نربحوها ونقعدوا الاولانيين والجاي خير ان شاء الله. أي ما عنديش حتى فكره، ما شفتهاش انا يعني اللقطه، مي عادي جدا انا راه الجمهور كيما هكا بون، هو ما عرفش انا ما ريتش دونك الجمهور قال قال تفعل صحيح قال كاو خويا خدموه خويا، اي واحد يدخل غادي لازم يشارجي دونك احنا الجمهور اليوم نطلبوا منه السماح خاطر حبينا نفرحوهم اكثر به. فات تعادل نعرفوا ديما واقفه معانا وان شاء الله باش يقف معانا في المقابلات الجايين، والرسميات معناها توكي بدينا في الرسميات دونك مستحقينهم، وهما زاده كيف كيف مستحقينها، وان شاء الله يا ربي فيترينا السنين نعبيوها ان شاء الله يا ربي. نلعبوا على دوبلي ديجا ان شاء الله يا ربي دوبلي ان شاء الله. حتى ما كانت سهله، يظهر لي عندي عامين تعداوا صعاب برشا، الحمد لله رجعت من بعيد برشا والحمد لله موجود كله في المخ، حاجه تعبت عليها رجعت للكيب نتاعي وكيف كيف رجعت للمنتخب. دونك الوقت هذا عامني وراني مع تعرف مع اتحاد مازلت ميم في البي، دونك كيبتي نحترم هذيك بلادي وكل ما رجعت من بعيد برشا الحمد لله، همنت بروحي وان شاء الله مازال مش لهنا باش نقف ان شاء الله يا ربي تتويج مع النادي الافريقي كيف كيف مع المنتخب ان شاء الله نكون موجود. فوالا سامحني الجماهير كيف كيف يعني هذيك هي نفس الرساله، هما موجودين واحنا كيف كيف موجودين سور تيرا وان شاء الله يا ربي نفرحوهم في الاخر، هذيك الاوبجيكتيف تاعنا، هذيك معناها اول حاجه لينا نحن وليهم هما ولعائلتنا وكل شيء، ان شاء الله يا ربي نفرحوا الناس الكل في الاخر.